يعني تحدثت سي فوزي القجاع مع زياش اكثر من مره دائم تواصل معاه مع العائلة ديالو مع المحيط ديالو مشيتي زرتي مع الناخب الوطني السابق هيرفي رونار حليتو الاشكال لكن الجمهور المغربي بغى يعرف شنو التفاصيل بالضبط واش هذا اللاعب غير منضبط واش عنده سلوكات معينه واش ما داخلش في المجموعه الا قدرتي تقربنا غير باش نعالجوا الاشكال لا لا بشكل دقيق انا نقول لك في المنظور التكتيكي نتاع وحيد اللي اولا المدافع الاول خصو يكون هو المهاجم والمطالبه بالجهد اكبر ماشي هو طريقه باش تالق زياش كروي عبر المراحل اللي قطعها في النادي دائما وهذه الصعوبات راه زياش ماشي ما واعيش بها راه تيبذل مجهودات كبيره حتى داخل النادي نتاعو هذا هو المتطلبات نتاع الكره الحديثه هذا المنطق باش زياش يدخلو يرجع لو طالون لان كاين لو طالون زياش ولكن كاين لي فور زياش سور لو تيران وكاين دوبلي لي زيفور وا 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 هاد المنظومه باش نخليو داك لو طالون يكون او سيرفيس دو ليكيب ناسيونال وملي تيوقعوا هاد الامور في الكره كتظهر واحد الافرازات في التعامل الشخصي وهذيك الافرازات راه فيها لان كاين هذا الفريق الوطني تعيشوا مع بعضهم بعض هذه الافرازات كتظهر تقدر تظهر في واحد لو روغار تقدر تظهر في واحد طريقه الكلام تقدر حنا بغينا هذا الشيء كله نحيدوه فلسفيا وثقافيا من عقل زياش اللي كنعتبرونا بحال الاخ الصغير تاعي ولا من عقل المدرب اللي يكون في الفريق الوطني باش ترجع القاعدة سليمة ونمشي ما بغيناش نديروا الحل بنفس الشكل اللي كنا درنا في المرة السابقة أننا لقيو ونصفيو الخواطر وعاود تظهر الإفرازات من بعد لأن العلاقة بين زياش وواحد كانت جيدة للغاية في الانطلاقة وقلت لك واللاعب أنا كنت فاهم وتوا راه تيدوز من مجموعة من المراحل في النادي نتاعو تكون فيها إكراهات تكون فيها ضغوطات نفسية وخصنا نعاونو زياش باش يدبر هاد الإكراهات كلها لأن الفريق الوطني محتاج لو طالون زياش وزياش خصو الفريق الوطني باش يلعب كأس العالم مقبلا إن شاء الله ويكون في المستويات الكبيرة والفريق الوطني يمشي يلعب الحدود أي باش نغلقوا هذا الملف ديال اللاعبين المغاربه المحترفين في اوروبا تكلمنا كثير على زياش وبزاف ديال المنابر الاعلاميه عطاو وقت بالحديث على زياش ولكن ما تحدثوش على مزراوي حنا بحثنا شويه في الموضوع واش فعلا كاين خلاف اخر من غير المشكل ديال المياه وفي احدى الحصص التدريبيه مع الناخب الوطني واش كاين شي مشكل اعمق ولا ان المشكل ديال مزراوي يشبه المشكل ديال زياش نقول لك انا المشكل ل القاعده نتاعو ولا الاصل نتاعو كروي الافرازات نتاعو تعامليه يقدر يكون في الماء يقدر يكون في ليشوفمون يقدر يكون في رغبه انني ما نلعبش الماتش الثاني هذوك غير افرازات نتاع واحد الثقافه خصها تكون سائده دونك الاصل راه هو اللي تكلمت لك عليه مطولا خصنا نفهمو باننا جميع ان لو تالون راه ما حتى حد ما كيتكلم واش كاين شي حد غادي يناقش لو طالون زياش ولا دنوسير مزراوي لا احد ولكن فين هو الاشكال راه هو خص هذاك لو طالون يكون او سيرفيس دو ليكيب ناسيونال وباستمرار وبدون اشكال